اصحابي النهارده معانا بطوله، طبعا بطوله سولو. انا ما اعرفش البطوله دي نظامها ايه، بس هي ولا ليزر ولا بلوك داش ولا اي حاجه. انا ما اعرفش البطوله دي، لقيتها سولو كده قلت ما اخش وهنجرب دلوقتي. جاي نلعب البطوله دي، انا مش داخل اكسبها، داخل العب بس وخلاص. والله كسبنا ماشي، ما كسبناش ماشي. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما زي ما شايفين كده مفيش اوحش من كده يعني. يعني البطوله دي تقريبا سباق. ماشي يا جدعان، بصوا يا جدعان هقول لكم على حاجه، بس والله هقول لكم على حاجه. لو الفيديو ده 10 دقايق، لو الفيديو ده 10 دقايق والله العظيم، انا قبل ما اشوفه اهو، لو الفيديو ده 10 دقايق اطلع من الفيديو، يبقى انا كده ما وصلتش اصلا فيز 1. متهيألي انا اصلا لو وصلت، لو ما عدتش فيز 1 انا اصلا مش هنزل البطوله دي يعني، فاهمين؟ فانت ايه ده بقى؟ هو في يا جدعان؟ هو الليزر، ليزر بيحبني للدرجه دي، ولا انا عشان شايفني فضائي عايز يسحبني؟ طب ايه؟ انا المشكله انا ما اعرفش والله. انا لا اعرف انها سباق، ما كنتش ضيعت 30 جوهره، لكن دي 30 جوهره. يلا يا جدعان، فداكوا فداكوا، هنشد ان شاء الله. كده كده فيز 1 زي ما قلت لكم، مفيش حد ما بيعديش منه. فيز 1 النوب بيعدي من فيز 1، تخيل. ماشي، اللي بعده يا جدعان. كده احنا خسرنا اول مابا المره اللي فاتت. ماشي، قلت اعدي من الناحيه دي اهو، عشان الناحيه الثانيه بيشفطوني في الليزر ما بيرضوش يطلعوني. تمام، وفي والواد ده يا جدعان، هي الجليتشات ايه الجليتشات ده يا جدعان؟ ده في جليتشات، العيال بتطير. بصوا الولد تقريبا طار لغايه فوق، العيال بتطير حرفيا. وانا ماشي قصيدة، على فكرة قصيدة ليه؟ لأن الليزر كان هيشفطني. بص بص الواد بيجلتش اهو، بيجلتش اهو، هيجلتش. يا رب يقع، يا رب يقع، يا رب يقع. وقع، وقع ولا ايه؟ هشوفه وقع. الحمد لله، الحمد لله. بس كان بيحاول يجلتش. انت عارف الفكرة في البطولات دي يا جدعان، انت لو عارف جلتش اعمله، بس لو انت سبقت خلاص بقى العب عادي. اه والله العب عادي. بصوا ان شاء الله نكسب، ان شاء الله نكسب. الحمد لله. اول ما فين انت؟ فين؟ انا مش شايفك. قلع. طب خش ولا خش يا عم؟ خش 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 يا عم، خش. يلا يا جدعان، ايه اللي بعزوه؟ ايه اللي بعزوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 اوبا. لا 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 لا. الو، اهو والله العظيم ده اللي بكلمكم فيه. ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان والله العظيم. الو، الولا سبقني يا جدعان. شيل، مش دي تكل. ايوه كده. ايه الهبل ده؟ انتوا البتاع والله العظيم ده اللي كنت، والله كنت عارف ان هم هيشفطوني. حتى لو خدتوا بالكم كذا كذا مره اللي فاتت، لما يعني الحمد لله ما شفتش. انا ما اعرفش ايه ده، تقريبا هم عايزين اطلع فوق، بما اني شايفيني لابسني، شايفيني لابس سكن فضائي، فعايزين يطلعوني معاهم فوق في السفينه الفضائيه، في السبيس شيب. زي ما قلت لكم يا جدعان، كده كده انا داخل العب، مش داخل اكسب. تمام، احنا داخلين نلعب بنهاف فن، لان انا مش عامل حساب اني اكسب بصراحه. هو ايه دلوقتي؟ لسه اقول ولا بعيد، الولا بعيد، لقيت الولا قدامي. ايه القرف ده يا عم؟ تاني تاني تاني. ماشي، الحمد لله. قضى اخف من قضى. يا رب يا رب كملها بالستر. انا المفروض والله العظيم يعني مش عارف، بس انا كسبت جيم واحد بس. صح يا جدعان، انا اول جيم لعبته معرفش، تقريبا ما لعبتوش يعني. اول جيم قعدت كتير قوي عبال ما دخلت. معرفش بقى، انا نسيت اشوف حسبوه ايه، تعادل ولا مكسب ولا خساره ولا ايه النظام. تقريبا مفيش. انت يا ابني بتيجي منين يا ابني؟ اللي هو بيجلتش. يا رب يقع، يا رب يقع. ما وقعش، ما وقعش. شكله هيبقى، هلاقيه فوق دلوقتي اهو. كوره ولا؟ يا رب يقع، يا رب يقع. الحمد لله وقع، الحمد لله. يا رب ما وقعش. لا لا يا لا، الحمد لله الحمد لله. الكوره فين؟ ايه هو ده جاي ورايا؟ خش خش خش. يلا يا نوب، يا نوب اللي بعده بسرعه. حماسات الانتصار يا جدعان، يلا بينا بحماس الانتصار. لن نهزم ابدا بعد اليوم بحماس الانتصار. الواد راح فين؟ هو الواد ده بينزل اليمين ليه؟ هو اليمين، اليمين اسرع ولا اليمين فيها جلتوش؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سبقناك يا خلاص، سبقنا نلعب بقى ايزي بقى ما دام سبقناه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب حماس الانتصار يا جدعان. الحمد لله، الحمد لله. حماس الانتصار، حماس الانتصار. هو الولا ايه؟ يا لهوي، الولا هيجيبني كده. يا لهوي، الولا جابني. الولا اهو، يا لهوي. الولا في ايه؟ الولا تحت تحت. ماشي الحمد لله. يلا يا، احنا سابقينه سابقينه، ما نقعش بس اهم حاجه. ايوه، ايزي 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 ايزي. ايه؟ لا 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 لا. ده انا هيكسب. وقعنا ولا وقع لوحده؟ وقع الاثنين، وقعنا احنا الاثنين. ماشي يلا يا جدعان. لا بقى، هو يا جدعان نيزر ماله؟ يا جدعان نيزر ماله؟ خد الثانيه، لا الثانيه بالله عليك اهو. ده انا جيت لك من السما، يلا خد، يلا خد الثانيه، ولا خد. لا يا لهوي يا جدعان، والله العظيم حرام بقى.
نركز بقى يا جدعان، نركز انا هركز ناو، تركيز مود اون، هنركز بحماس الانتصار او بحماس الخسارة. سنفوز ان شاء الله بعد حماس الخسارة او حماس الانتصار. يا مسهل حال يا رب، يا كريم يا رب. انت يا ابني جيت منين يا ابني؟ يلا ما علينا ما علينا. يلا يا جدعان انا عارف جلتوش ده، مش جلتوش الثغرة الجميلة دي، تعدي كده اهو، توصل على طول كده. احنا المفروض سابقين، كلام الناس العاقلين بيقول ان احنا سابقين. بص كده لو بصينا على شمالنا هنلاقي الولا فين؟ تحت، واحنا فوق، يبقى احنا اللي سابقين، يبقى احنا اللي هنكسب الجيم ده ولا ايه؟ لا، ما لم يكن الليزر رأي اخر، ما لم يكن الليزر، الحمد لله ملوش رأي اخر، الحمد لله. راح فين؟ اخش يا عم، اخش، مش ناقصه مش ناقصه. احسن يجي تلاقيه طالع، يا نهار ابيض. احنا كده كسبنا جعان كام؟ 3 جيم بس. بحماس الانتصار سنفوز، بحماسات الانتصار سنفوز. اللي هي الفكره يا جدعان ان انا حتى مش يعني شايل هم ايه؟ شايل هم لا مؤاخذه. استنى بس عشان الحته دي رخمه، عايز اعديها بس الاول وبعد كده نتفهم. الولا كده كده ورايا، والله العظيم عارف يا جدعان، والله العظيم. هو الواد ده اللي ورايا ده مش ورايا، هو مش ورايا، هو ده الولد قدامي ده. الولد في ايه؟ هناك اهو قدامي يا عم، حرام يا عم يا جدعان. وانا بيحصل لي كده ليه؟ هو انا ليه الليزر بيحبني كده؟ انا ما اعرفش والله. هلبس بعد كده في المبات اللي زي دي يا جدعان، هلبس في سكن عادي. طب استنى يا عم، لما نط النطه دي طيب توقعني كده على جدور رقبتي. بص يا جدعان، بحماس الانتظار سنفوز. وبقول لكم بقى الفكره ان انا شايل هم ايه بقى؟ شايل هم المابه الفيز 2. تخيلوا الفيز 2 لو تاهلت لها، يعني بالنظام ده مش هتاهل لها اصلا. والله العظيم يا باشا، انا يا رب صبرني، يا رب صبر. انا في اول الجيم اللعبه تاخدني على الليزر فوق وما تقدرش تنزل تشفطني مغناطيس. استنى هلا الولد طار يا عم، الولد طار يا عم، حرام عليك يا عم، الولد طار. مش كخسرنا دي، بحماس الانتصار سنخسر. الولد راح فين؟ خش يا اخي، خش يا عم، خش. انت هتعمل نفسك بقى لعيب يا عم، خش، انا اللي خسرت. ماشي كده، معرفش دي الراوند الاخيره ولا قبل الاخيره. انا فقدت حاسه الانتصار تقريبا. لا عمال لكم بحماس الانتصار، بحماس الانتصار تقريبا. دي الراوند التاسعة على ما اعتقد، يعني دي التاسعة يا اما العاشر. كده والله شايفين اللي بيحصل معايا؟ فظيع والله اللي بيحصل معايا ده يا جدعان، فظيع والله. يا رب. ولا فين؟ يا نهار ابيض، بص راح فين؟ ولا فين شايفين؟ ولا فين انت راح فين يا ابني؟ انت راح فين يا ابني؟ استنى يا ابني عايز اكسب دي يا ابني عشان اضمن التاهل يا ابني. يا ابني كسبان 3 راوندات ولا راوندين يا ابني، ارحمنا يا ابني. راح في الولا، الحمد لله. يلا نروح هنا، يلا يا جدعان. احي والله. طب ايه بقى؟ شيت، ده كانت اخر راوند. شيت ايه ده؟ واحد، بصوا يا جدعان، 1 2 3 كسبنا 3 وتعادلنا اول جيم. 1 2 3 4 خسرت 6 نقط، لول 6 نقط، خسرت 6 نقط يعني هتأهل بتلات نقط؟ لول اتأهل؟ يا لهوي يا جدعان على اللي حصل يا جدعان، مش ممكن. استنى بقى كده المابا دي، استنى بقى، عايزينها مخمخة، عايزينها مبنية. اتأهلت شكل كده اللعبة، عايزين اكسب. انا عايز اطلع من حتة عايز اروح حتة واسعة. الو ولا طب حلو، ضربت اهو، هو دخل في الاخضر، انا لسه عندي شيلد ازرق. تعالى خد يلا، خد يلا، ما تجريش يلا يا جبان، يلا خد. لا اهو ده بقى يا جدعان، ما بحبش انا الكلام ده بقى، خد يلا بتفايت كالرجال يلا فايت. يا لهوي دخلت ايه. طب انا بوسع يا عم، اروح اخد انا كمان حاجات. يا نهار ابيض يا جدعان، الولد راح في ايه؟ لهوي ده جالي من الشباك، يخرب بيتك. الولد راح ملى الدرع كله وملى الصحه كلها. استنى لا اروح اخد الدرع. على ايه ده يا جدعان ده؟ استنى خد الدرع يا جدعان. ايه ده بيدمجني اكتر، اقوى من انا بدمجه يا جدعان. السلاح بتاعه اقوى مني، سلاحه اقوى مني، انا موت، حرام. طب ماشي، بصوا بقى يا جدعان احنا هنعمل ايه؟ انا هقول لكم هنعمل حاجه. تعال انا فهمت دلوقتي اللعبه دي عايزه، المابا دي عايزه روقان. تعالوا بس ناخد السلاح قوي، ما خدناش السلاح اصلا، مش ما علينا، اهم حاجه تعالى ناخد بس الحاجات دي. الدرع ده كده خلاص 100 100. تعالى ناخد دي برده تفاصه. ماشي، بصوا بقى يا جدعان عملت ايه؟ عملت حاجه. انا هقول لكم اعمل ايه دلوقتي.
هناخد بس نشوف ده السلاح ده حلو. اضرب كده. لا مش حلو، مش حلو. لا هات الدرع ده برضه تفاصه. انا عايز ادور على السلاح القوي دلوقتي. انا مش هروح افايته غير لما ادور على السلاح القوي. انا معرفش السلاح القوي فين، بس هو تقريبا المفروض على. هات بس دي تفاصه برضه. ماشي نروح ناخد دي تفاصه. لا بلاش. بص بقى احنا ممكن دي تفاصه كتير بقى. ايوه ايوه هي دي كده. احي ولا ولا الولا خد. ايوه السلاح القوي اهو، خدت السلاح القوي، خدت السلاح. ولا قبل على ايه ده يا جدعان؟ ده هو معاه كمان سلاح قوي، ده بيضرب باللي هو الاوتوماتيك، السلاح اللي بيضرب كذا طلقه في الدقيقه في الثانيه. بس حلو حلو، دمشته دمشته. انا هيلي كامل. ده طلع نوب ما بيعرفش ينشي. بص 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 حلو حلو ده. بصوا يا جدعان انا هيلي كامل ودرعي كامل، ان شاء الله هنكسب. يلا تعالى خد، يلا سهل يا ايزي، يلا نوب، يلا ايزي ايزي ايزي. تعالى 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 يا دي النيله، بتزحلق بتزحلق. خد يلا اطلع. على هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه. انا هطلع له انا فوق. تعال بص يا جدعان، هفاجئه هفاجئه هفاجئه. هو ما شافنيش، شافنيش ولا شافني؟ شافنيش شافنيش شافني. بص انا بضرب فيه وما شافنيش. بص بص يا عيني يا عيني يا عيني، انا صعبان عليا. بص لا خد الضربه الاخيره، يلا الضربه القاضيه بيو اللي بعده. يا زي ما اتفقنا يا جدعان، هنعمل ايه؟ هنقوم رايحين ناخد الحاجات دي كلها تفاصيل، وندور على السلاح القوي، ونملى الشيلد ونملى الهيل، وبعد كده نروح نفايت. تعال ناخد كده علامه الاستفهام دي، نشوف علامه الاستفهام دي بتقول ايه. نفس السلاح نفس السلاح ولا الهوا. تعال ده هيل، خدوا تفاصيل، كل حاجه تفاصيل يا جدعان. لعبتكم ايزي يا شباب، لعبتكم ايزي. هات كده علامه الاستفهام دي. خدنا ايه؟ اه بس ايه السلاح ده؟ هو ده هو ده ولا ده ايه؟ هات بس كده، انا عايز اخد درع. الولا هو اللي واخد الدرع ده، هو السلاح ده. خد يلا. اه هو ده السلاح القوي، هو ده السلاح القوي. خد يلا، بيضرب طلقتين في الثانيه. ايه ده؟ يخرب بيتك. ولا الولا خد الدرع يا ابن اللذينه، ولا خد البتاع مني يا جدعان، الولا خد الدرع. ايه ده هو؟ بس مش مشكله مش مشكله. ايزي ايزي ايزي، إيزي. لعبتكم ايزي، لعبتكم ايزي. تعالى تعالى خد يلا، خد يلا الجيم. يلا هتاهل في السري، يلا يلا هتاهل في السري. بصوا يا جدعان احنا كده بنلعب فور فن، بس ايه حد برضه تفاصه عشان ما ياخدهاش هو. طب انا عايز اخد درع. طيب هاخد درع. الو شت، هو اللي خده يا ابن الدرع. انا كده هخسر. الو انا كده خسرت. الو يا جدعان. طب سلام عليكم، سلام عليكم. يا رب ما تجيش فين، جت فين يا رب ما تجيش فين، جت فين يا رب يا رب. استنى يلا هاخد هاخد هاخد. استنى يلا. طب فايت كالرجال بقى، فايت كالرجال يلا. حاولت والله. ماشي احنا بقى، انا فعلت يا جدعان. عايز اقول لكم دلوقتي انا عملت الاوتو كليكر، يعني انا دلوقتي ما بضربش، ما بضغطش على الماوس، انا سايب الماوس، انا بس بوجه وهو اوتو كليكر بيضرب لوحده. تمام. وهناخد برضو الحاجه دي تفاصه، وعايز اروح اخد درع تفاصه، عايز اخد درع وصحه تفاصه، وعايز اخد عايز اخد سلاح نظيف. لا مش ده، ده عادي ده. هات الدرع بس، هات هات الصحه، هات الدرع التاني تفاصه بس. هو فين بقى؟ هو في. بص يا جدعان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جايه من اللي جايه كلها هنكسبها. احي هو ما ادانيش هناك ليه؟ طالع لك طالع لك يا خز 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 ولا خد ولا خد يا ابو درع الميت. طالع ابلع تبلع الحين، تبلع. لعبتكم ايزي، لعبتكم ايزي. خد يلا تبلع على النار. طالع ابلع تبلع. خد 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 بقى، ما تهربش بقى، ما تهربش، خليك كالرجال بقى. لا 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 لا، هتقعد تاخد تمنى هيل وصحه وقرف يا دي النيله السوداء. يا عم استنى والنبي يا عم، لا ما تملاش هيل، ما تملاش هيل. استنى استنى، هي ضربه كمان، ضربه. هديك رصاص الرحمه، خد خد يا رصاص الرحمه. لا خد يا رصاص الرحمه، لا هي طلقه واحده، طلقه واحده، طلقتين طلقتين عشان خاطر حبايب، طلقتين. استنى بس يا عم، استنى استنى، انت بتجري ليه يا جدعان؟ هتموت يعني، هتموت. تعالى بقى كده، تعال تعال يا دي النيل، عمال ياخد في الهيل. ما انت بتتضرب. خد يا اخي، وقفت فايت كالرجال بقى. خد الضربه القاضيه بيو، بلع على طول اللي بعده. يلا يا جدعان، بحماس الانتصار، بحماسات الانتصار، مع اني بقيت بتشائم من الكلمه دي، لاني لما بقولها بخسر. تعالوا بس، انا عايز اهم حاجه السلاح القوي. انا عايز اعرف يا جدعان السلاح القوي فين. هو اكيد في حاجه هنا فيها سلاح قوي، بس انا لفيت المبا ما اعرفش بصراحه هي مكانها فين. تقريبا دي اللي بتدي سلاح قوي. لا ده سلاح عادي. ماشي ماشي يا جدعان، سهله. ايزي 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 ايزي. تعالى بقى لعبتكم ايزي يا شباب. تعالى لا تعالى لا، ده انا تعالى تبلع تبلع الحين، تبلع. خز خز يلا، هبلعك عليه. خد عليه، خد على البوكس ده عليه. خد بس، بتهرب ليه؟ بتهرب ليه؟ بتهرب ليه؟ تعالى بس، هي بص خد. لا الدرع الدرع يا ابن الناس، خده خده. بس مش مشكله، هو لا عمال ياخد في دروع وانا اللي بضربه، يعني هو ما بيستفيدش حاجه، ما بيدمجنيش.
اهو كده بيدمجنا اهو. لا لا ده دمجني مرتين، ده طلع نينجا، ده طلع مجرم. بص بقى هضرب يا دي النيله، استنى يا عم بقى يا عم استنى، بص عمال ياخد الحاجات ازاي يا طب هات السلاح القوي بقى، هات السلاح. ما انا كان معايا السلاح القوي، كان زماني فنشته من زمان يا عم. خد انت فاضل لك طلقتين، خدهم بقى بما يرضي الله. ايوه هات الدرع ده بقى كده، تعالى فوق قلت لك يلا، انا اللي خدت الدرع لو انت لا. لا بص بص هبيك بيو، كنت عايز ابيك واطلع اضربه. خد بقى اهو اهو يلا طلق. بص زي السكينه في الحلاوه، زي السكينه، استنى بس زي السكينه في الحلاوه. ولا خد يلا فاضل لك طلقه يلا طلقه. الو ايوه ايه ثواني ماشي ماشي ثواني ثواني اتفضل. حرام والله حرام حرام يا جدعان. انا خسرت الجيم اللي فات، انا خسرته، انا زعلان، انا زعلان والله، انا حزين حزين. الجيم اللي فات ده ما خسروش، اللي كان فاضله طلقه تقريبا. انا سمعت صوت البتاع يا لهوي. للاسف يا جدعان، والدي كان عايز مني بس حاجه في التليفون بس للاسف. طبعا يا جدعان كله عادي اخسر ايه يعني، اخسر كل اللي رضا الوالدين، تغور اللعبه، تغور اي حاجه، كله اللي رضا الوالدين، اهم حاجه رضا الوالدين. يلا يا جدعان ان شاء الله ربنا هينصر. خد الدرع يا ابن الذين، خد الدرع. طب تعالى 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 تعالى، انت خدت الدرع، خليه يعمل معاك حاجه بقى. تعالى بقى، انت هتموت 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 بس كمان تبلع بحماس الانتصار سنفوز اللي بعده. بس يا جدعان بحماس الانتصار يلا 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 يلا. تعالى بقى كده، خد انا هعمل منك كفته دلوقتي، لان هعمل منك كفته. انا كده كده بلعب فور فن ومش بايع الدنيا. بس خدنا السلاح النظيف يا جدعان القوي، هو بيروح فين؟ اه بيضرب طلقتين. بصوا شوف السلاح بيضرب طلقتين، ده الجامد. وطبعا يا جدعان انا ما بضربش على طول، انا ده اوتو كليكر تمام، الاوتو كليكر هو اللي بيعمل الكلام ده كله. خد يا الدرع ده يلا يا دي النيله، خده بس مش مشكله، خد ضربه معاه. سلاحي دلوقتي اقوى من سلاحه، فانا دلوقتي اصول افوز، اصول افوز. بس هو طبعا بياخد له ضربه بيقوم جاري على طول النوب الجبان. يلا تعالى فايت كالرجال، يلا فايت كالرجال، رجل لرجل، فايت رجل لرجل يا نوب. بص بقى بص بقى، يقعد يروح بقى ياخد دروع ويجري مني، وحاجه قرف وحاجه قرف. هات يا عم الدرع ده، هات يلا يلا تعالى تعالى يا صاحبي. خدت الدرع، شفتوا رفرش كام درع يا جدعان. وبرده بقى ايه ده جاب سلاح قوي يا ابن زينة، ده جاب سلاح قوي، وجابه منين السلاح اللي بيضرب اوتو ده؟ ده قوي برده، بس سلاحي اقوى سلاحي اقوى. بص بص تعالى خد يلا، ايوه 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 خد يا ابن اللذين. يا عم بطل بقى بطل بقى، خد يلا راح فين بس، خد يلا ده خد، هتنتحر يا مجنون خد. سبحان الله، قال لك انتحر بدل ما اخد انا الكلايه. مناوب قوي يا جدعان، لعبتكم ايزي. يلا ده الجيم النمبر اخير، ولا ده مش الجيم نمبر اخير ده صح؟ لسه 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 لسه، ده الجيم رقم 8 او 9. ماشي ماشي، الواد ده شكله حرفوش، وشكله حرفوش ومعاه السلاح. اه مع السلاح القوي يا جدعان، مع السلاح القوي يا جدعان. ولا الدرع فين يخرب بيتك، استنى اخد الدرع، اخد الدرع يلا، استنى يلا استنى يلا، انا مت ولا ايه يا عم؟ بس فايت كالرجال، فايت كالرجال يا جدعان والله. ماشي كده احنا خسرنا، بس زي ما قلت لكم يا جدعان، انا كده احنا بنلعب فور فن، مش بنلعب فور جواهر. قشطه والله العظيم، كسبنا كسبنا، ما كسبناش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ليه كل ما اخد علامه استفهام يجي لي نفس السلاح؟ طب ده تقريبا ده الراوند نمبر اخير ده، لا ده الراوند نمبر قبل الاخير تقريبا. انا عايز دلوقتي، انا عايز ده الراوند، ده الراوند اللي قبل الاخير. انا عايز خد، ما تيجي يا صاحبي بس، يا ضربه بس، ضربه صغيره يعني، ضربه صغيره فاهم، فاي ضربه صغيره والله والله العظيم. اهي اقف بقى، خليك واقف بقى رجل لرجل ونشوف. ماشي مؤاخذه يعني، انا قلت بس اخد انزل، شغلت دماغي قلت انزل اخد الهيل اللي تحت وايه واسمه ايه ده، عشان هو ما ياخدوش. خد يلا خد يلا، انا وراك يلا، وانا هسيبك. هات السلاح ده، طيب يا دي النيله نفس السلاح اللي انا مال الهيل بتاعه تاني، وهياخد الدرع ده حاجه يا نهار، وهياخد الصحه وهياخد الدرع التاني يا نهار ابيض. انا مت ولا ايه؟ ده معاه السلاح القوي، انا مت يا ابن الذين. انا انت في الخلعون وانا في السلكون، بس انا ايزي. انا الولد ايمو 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 نوب، ايم نوب ده، ايم حريقه ده، يا نهار ابيض. بس بيدمج برضه، ما المشكله ان هو ضربه واحده بتموتني يا جدعان. استنى استنى استنى، ايوه ايوه هات الدرع ده،
ايه ده في سلاح فوق؟ هو ده السلاح ده كده؟ الله هو ده السلاح القوي، هو ده السلاح القوي. لا لا ما تاخدش بتاعتي. اخيرا يا جدعان لقيت السلاح القوي فين. بس عرفت مكانه، عرفت مكانه. هات بس الهيل ده. بس تعالى يالا، خد يالا، هات الدرع ده لك. ده الجيم قلب، الجيم قلب. تعالى بقى كده، تعالى تعالى تعالى، يلا سلاح قوي، سلاح قوي، تعالى سلاح قوي، سلاح قوي، يلا. وهيل هيل، يلا صاحبي تعالى. هيموت، هيموت يا جدعان اهو، هيموت اهو. بص بيجري 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 بيجري. تعالى يالا خد، اضحك واجري يا رب. والله تعالى اجري. ماشي ده جاي عند الاوتو كليكر، انا مش بضرب على الفاضي، بس ده الاوتو كليكر. ماشي تعالى بقى كده، فاضل له ضربه. انت فاضلك ضربه، هتيجي تاخدها بالذوق ولا تنتحر؟ تحصل صاحبك. يلا 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 يا عم، انجز انجز بقى، موت بقى انجز. هتموت والله، والله لا تموت. اهو 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 اهو، احي احي احي، والله لا تموت يلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا جدعان. قدر ولطف، قدر ولطف. اه يا ساتر. يلا يا جدعان دي بقى حر... دي رسميا اخر راوند. يلا بسم الله. الواد عمال يضرب فيا، بس انا قلت خلاص انا لازم اروح حاقد. عرفت السلاح خلاص يا جدعان، والله العظيم لو اعرف مكان السلاح ده يا جدعان من بدري انا كان زمان دلوقتي، ما يعني مش عايز اقول لكم، كان زماني خسرت احتمال يعني نسبه 1% ان انا كنت اخسر جيمين مع بعض. يعني كان اخر اخسر جيم واحد، لان اللي لعبتهم كلهم اصلا المناوب، والجيم كمان اللي انا كنت بكلم فيه والدي ده فما يتحسبش بصراحه. كان زي اتاهلت والله مستريح. هو الواد ده في ايه؟ هو الواد ده معاه سلاح قوي، معاه سلاح قوي ابن اللذينه. بس هات الهيل عشان ما ياخدوش هو. بص يا جماعه باخد الحاجات دي ليه؟ عشان هو ما ياخدهاش، فاهمين؟ ايوه هات الدرع، هات الدرع. ايوه تعالى بقى نشغل اوتو كليكر. يلا يا صاحبي انت مليت هيلك وانا نص هيل. تعالى بقى كده نشوف من اقوى. يلا نشوف من اقوى، من صاحب الايم القوي. يلا يلا. انا هو في ايه ما بيضربش ليه؟ الو الو، اضرب يا صاحبي. ايوه انا اللي اضرب مش انت، يخرب بيتك. ولا خد، اخدته منه يا ابن اللعيبه. انا اللي اخدت الهيل. تعالى 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 تعالى، انا هقيم عليك الحد دلوقتي. تعالى خذ خذ خذ. بس ايوه بقى يا ابن اللعيبه، قرص علي. بس هي شفتوا سحبه مايك اللي انا عملتها دي؟ بقول له هو عايز ياخد الدرع صح؟ عايز ياخد درع وهيل. هو عايز ياخد درع وهيل. هنعمل ايه؟ هنعمل حركه حلوه دلوقتي. انا واقف هنا يا صاحبي. تعالى بقى استنى استنى استنى، انا عارف هو عايز يعمل ايه. عايز ياخد الهيل. تعالى بقى، انا واقف على الهيل، خدته منه. ايوه عيال تعيط، يلا خد. بتعيط بتعيط ولا ايه؟ خد بتعيط ولا ايه؟ شفتوا يا جدعان؟ خدته ذكاء، لقيته عايز ياخد الهيل، رحت وقفت على الهيل عشان اول ما الهيل يزبون اخد انا وهو. لا لعبتكم ايزي، لعبتكم ايزي يا شباب، لعبتكم. بس يا جماعه والله تعرفين انا لو كنت داخل العب بجد كنت اتاهلت. تعالوا بس نشوف احنا اتاهلنا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خسرنا طبعا اول واحد واثنين، خسرنا اربع راوندات وكسبنا الباقي صح؟ كسبنا ستة. احنا تركزنا ترتبنا ال 140 اكيد مش هيتأهل يعني. بياخدوا توب كام؟ 32. توب 32. طب ماشي ماشي ماشي، احنا لسه كده كده الاخر فوز ده هيرفعنا، بس اكيد مش هيرفعنا لغاية ال 30 يعني. هو هيرفعنا لغاية 80 90 ولا حاجة. 80 90 يوم ما يبقى قوي يعني، 60 60 50 ده يوم ما يرفعنا قوي 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 يعني. وانا ما اعتقدش ان هو هيرفعنا للدرجة دي. هو احنا اخرنا 80 90 فعلا. بس ايزي يا جدعان والله العظيم، يعني كانت بطوله كويسه والله. بس هي الفكره ان انا حصل لي شويه حاجات وما كنتش داخل العب بجد. لو كنت داخل العب بجد وكنت عارف اماكن وعرفت اماكن الاسلحه القويه متاخر، لو كنت عرفت بدري والله العظيم كنت عملت اداء اقوى من كده. اهو توب 76 زي ما قلت لكم، توب 80 90 76 يا جدعان. تعالوا بقى نشوف كده. اوبا تعالوا نشوف هناخد جواهر ولا لا. 1553. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه 60 جوهره، نايس. هناخد 60 جوهره يا شباب. طب يا جدعان لينك الديسكورد في وصف الفيديو. لو انت شايف نفسك محترف عايز تدخل كلان الكيو ار، خش قدم. احنا فاتحين التقديم، ممكن التقديم يقفل في اي وقت، فالحق قدم قبل التقديم يقفل. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.